دولة معي معي على التليفون معي على التليفون دولة الرئيس سعد الحريري مباشرة على الهواء. مساء الخير دولة الرئيس. مرحبا مارسيل، كيفك؟ فينا نقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يخليك والله يسهل يعني استراحتك. ما هيك عم بيقولوا لك راجع، كل الشباب بالاستوديو عم بيقولوا لك راجع، بدهم اياك ترجع. انا بدي لبنان يرجع اول شيء. بدك لبنان يرجع؟ بتعتقد انه نحن اليوم يعني بمكان صعب، ما ممكن نرجع يعني للقدام، يعني لنتطور نحو وضع احسن؟ لا، دائما لازم نكون متفائلين صراحة مسائل، والواحد ما يعني أكيد لازم يحضر حاله إلى الأسوأ، ولكن التفاؤل لازم يكون دائما موجود فينا كلنا. أول شيء بدي أقول مسائل أنه أنا حبيت أحكي معكم بهالحلقة، لأنه يعني كنت عم بسمع الشباب والصبايا وكمان أكيد ضيوفكم الكرام بكل شيء عم تقولوه. نحن ويمكن هيدا شي يوم بعمل مقابلة معك مرسال، بيشرفنا. لأنه بتعرف انه بحب اعمل مقابلة معك انت يعني. خلينا اياك، وهيدا شرف لنا دول تريد. نحن بدنا نعترف شغلة واحدة، انه نحن كسلطة بكتير بالمحلات فشلنا، ما انه شو عملنا. هلا قدمنا كهرباء، مي، اتصالات، ما عملنا شيء. كل المشكلة اللي عندنا اياه بالبلد، يعني هلا عم بسمع جورج عم بيحكي عن التسوية وما التسوية. انا ماني زعلان انه عملت تسوية، بس انا عملت تسوية عشان البلد يمشي، بس عملت تسوية عشان ترجع المؤسسات، لكن ما قدرنا يعني نعطي امال الناس، والناس نزلت بالشارع وسمعناها، وانا سمعتها وكلنا سمعنا. ما حدا يفكر انه في حزب من كل الاحزاب ما سمع صوت الناس. المشكلة اللي عندنا اياه اليوم هو انه لازم نتقدم، ولازم يعني يصير شيء بالبلد، ولازم يكون في حكومة. انا منذ البداية قلت الطريقة الوحيدة اللي فينا نطلع فيها من البلد من هالأزمة انه نعمل حكومة اخصائيين. اخصائيين معناتها مش معناتها انه ما بيفهموا بالسياسة، اخصائيين بيعرفوا كيف الادارة يمكن تمشي او ما بتمشي، وهن يكون عندهم قرارهم المستقل لحتى يقوموا بواجبهم بالحكومة. تعرف انا مثلا رئيس حكومة بعقد مجلس وزراء، ناخد قرار، كل واحد بيطلع بفسره مثل ما بده لمصلحته السياسية. طيب كيف كيف الشعب بده يكون عنده ثقة بهيك حكومة؟ هذا المشكلة الأساسية، كله بالسياسة، كله تنافس، وكله. على كل حال أنا اللي بدي أقوله إنه نحن علينا جميعا إنه بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي نتكاتف جميعا ونسمع كلمة الثورة، لأنه فعلا يعني أنا بالنسبة لي علموني كتير أشياء اللي يمكن كنت أتغاضى عنها. مثل؟ يمكن كنت ما كتير أمور. مثل شو؟ يعني نحن مثلا يعني حلينا قصة النفايات؟ لا ما حلينا يعني. وكل قصة النفايات أنه خلاف على اي تكنولوجيا بدنا نستعملها. صحيح. طب ما الدولة، اي دولة بتاخذ قرار وتمشي فيه، خلصنا بقى. دولة الرئيس احنا مش عارفين ناخذ القرار. طيب اليوم بالكهرباء، نعم، حتى بس ما نفوت بالكهرباء كل شيء بالكهرباء مسياس. كيف يعني مسياس؟ كيف يعني مسياس؟ يعني بدل ما لبنان يكون عنده واحد افسريو واحد، صار في ثلاثة، صار عنده ثلاثة، لازم لبنان يصير عنده ثلاثة. ليش دخلك؟ واحد للسنة، واحد للشيعة، واحد للمسيحية. بعتقد تستحق زقفة بهالقصة، لأنه لا هو للأسف إنه ثلاث محطات تغويز بالبلد. صحيح؟ صحيح؟ أنا بعرفها وسمعها. للأسف، نعم. للأسف يعني
والحمد لله انه صار في شباب يطلع يصوت ويصرخ لحتى يقولنا حاجة بقى تقولوا عشان الطوايف، هيدي مش عشان الطوايف، عشان بعض المصالح. على مين نائم سعد الحريري اليوم؟ نعم؟ على مين نائم سعد الحريري اليوم؟ ولا على حدا صدقني، أنا مرتاح اليوم، أنا مرتاح اليوم لأنه فعلا كان الناس مفكرة أنه أنا بدي يعني راكد وراء أني أرجع رئيس حكومة، ولكن أنا سمعت صوت الناس من أول دقيقة. طيب. وفهمتهم، وعشان هيك أول من رشح نواف السام هو سعد الحريري. طيب، بس ليش تراجعت دولة الرئيس أول امبارحة رغم كل جهود الرئيس نبيه بري؟ أنا بقول لك بصراحة أنه تفاجأت بموقف القوات. نعم. هذه من جهة، وأنا طبعي أنه يعني بالموضوع مش الميثاقي، بالمنطق الميثاقي يعني الدستوري، بس بالمنطق أنه دائما يكون في سلام بين الطوائف، وأنا لأني دائما معتدل قلت خلينا ناخد يومين ثلاثة نفكر بهذا الموضوع، وهذه هي القصة. طيب، بس أمير جعجع كان وعدك بإعطائه صوتك، بإعطائك صوته. على كل حال، على كل حال هيدي بعدين بنحكي فيها بالحلقة بيني وبينك يا مش وقت كشف الأسرار. طيب دولة الرئيس بكرة رح تستقبله لحسن دياب؟ أكيد بستقبله، ليش ما بدي استقبله؟ طيب، إذا الشارع اليوم عم بيقول يعني كثوار وكمناصرين لك ما بدهم حسن دياب، كيف شايف صورة المرحلة المقبلة؟ هلا مش هنفتح انترفيو على الهواء ابدا ابدا، بس واضح ان بس انا بدي اقول لك اللي بدي اقوله انه يعني هلا في الرئيس حسن دياب بده يعمل جولته وبده يعمل شغله، وخلينا نشوف. بس تعتقد رح يقدر يشكل حكومة اختصاصية؟ اقول لك خلينا نشوف. يعني تارك الوقت ياخد مدى، بس البلد ما في ينطر. مش انا اللي عم شكل، الحمد بس لله. اوكي، بس البلد ما في ينطر دولة الرئيس، عم تقول خلينا نشوف. انطباعك شو؟ مش انا اللي عم شكل، شو عم تقول لي لالي؟ انت هلا مرتاح يعني؟ أنا. انت عم مرتاح على الوضع يعني هلا؟ لا انا ماني مرتاح على الوضع، انا اكثر واحد خايفين على الوضع. طيب، نعمل مقابلتنا الاسبوع الجاي على الهواء بتكشف لك شوي. شكرا سعد الحريري، شكرا للجميع، ويعطيكم العافية وينعاد عليك بالصحة وبالبركة. شكرا دولة الرئيس.